إن الجزائر تؤكد استعدادها الدائم لمد يدها للمجتمع الدولي وبذل قصارى جهودها بتجربتها الرائدة للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في رفع تحدي إزالة الألغام المضادة للأفراد، للحد من التهديدات الإنسانية والاقتصادية التي تشكلها الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات. إن بلادي التي لم تدخر أي جهد في تسخير مواردها المالية واستطاعت تطهير البلاد من الألغام وتقديم المساعدات لضحايا الألغام من كل الجوانب، وبالتالي الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد والمساهمة في الجهود الجماعية لتحقيق عالم خالي من الألغام. ويعتبر هذا الملتقى مساهمة إضافية للجزائر في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنسانية للاتفاقية، لكون الجزائر عضو في لجنة تعزيز التعاون للفترة 2023-2024.